السيد الرئيس، تؤمن دولة قطر بمبدأ إنهاء الاستعمار والاحتلال الأجنبي، وتعيد التأكيد على إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة لعام 1960، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقرارات الأممية ذات الصلة بإنهاء الاستعمار. وبالنسبة لنظر هذه اللجنة في البنود ذات الصلة بإنهاء الاستعمار، نرى أنه ينبغي مواصلة السعي من أجل التوصل لتسويات عادلة لجميع الحالات المعروضة على هذه اللجنة وفق القانون الدولي، وبأسلوب يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل حالة على حدة. ونود أن نتطرق إلى قضية الصحراء المغربية، حيث نعيد تأكيد موقف دولة قطر الذي ينطلق من إيمانها بتسوية الخلافات والمنازعات بالحوار والسبل السلمية. وبهذا الخصوص، فإن دولة قطر تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه في إطار العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها القرار 2548 لسنة 2021، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية. وتعد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب مبادرة بناءة كأساس لأي حل واقعي لهذه القضية، ونأمل أن يساهم مشروع القرار الذي ستنظر فيه هذه اللجنة حول هذه المسألة في دعم العملية السياسية والتوصل إلى حل نهائي على نحو يخدم مصلحة الأطراف والأمن ويصب في صالح تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة. وشكرا لكم السيد الرئيس. السيد الرئيس، تدعم المملكة العربية السعودية الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية الشقيقة من أجل إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس ومندوبه الخاص. كما نجدد دعم المملكة العربية السعودية لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. هذه المبادرة التي حظيت بترحيب مجلس الأمن من خلال القرارات التي صدرت منذ العام 2007. كما ترحب المملكة العربية السعودية بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية في دورات لجنة 24، وكذلك المشاركة في المائدتين المستديرتين في جنيف. وتجدد المملكة العربية السعودية ترحيبها بانعقاد المائدتين المستديرتين بمشاركة المملكة المغربية إلى جانب الجزائر وموريتانيا والبوليساريو، وندعو إلى الاستمرار في هذا النهج للوصول إلى حل لإنهاء هذا الصراع طويل الأمد. كما أود أن أعبر عن ترحيب بلادي بتعيين السيد ستيفان دي مستورة مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية.